القضية رقم 283، المدعي الحق العام للجمهورية الفرنسية، المدعى عليهم الدكتور عصمت خوخة الحجار، بثينة الجوزي سنانيري، ليلى خوخة نجم الدين، سعدية عبد الوهاب العلم. المنسوب لهم تهم القتل العمد لاثنين من الجنود الفرنسيين والشروع بالقتل لجندي ثالث، الدكتورة أنطوانيت حداد، بتهمة تضليل العدالة وتسهيل توارى المتهمين، فترقى بذلك إلى جريمة الاشتراك بجناية القتل العمد. عزام خوخة الحجار الشهير بالهمشري، بتهمة الشروع بالقتل لعدد من الجنود الفرنسيين والخطف والنهب والتشليح ومهاجمة الحاملة. ممثل للنيابة العامة، محامي الدفاع، تفضل ممثل للنيابة العامة وقدم مطالعتك. سيد القاضي، حضرات السادة المستشارين، إن هؤلاء المجرمين الماثلين أمامكم قد بلغ بهم الإجرام إلى حد لا يوصف، فقد تعمدوا جميعاً ومن دون استثناء زعزعة الأمن والاعتداء على جنود دولة ما زالت تقارع الاحتلال النازي، فأتوا هؤلاء المجرمين وطعنوها من ظهرها. لذلك سيد القاضي، أطلب من محكمتكم الموقرة إنزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء المجرمين المارقين، وهي الإعدام، وهي المنصوص عليها بقانون العقوبات للجمهورية الفرنسية. محامي الدفاع، تفضل. سيد القاضي، السادة المستشارين، السيد ممثل النيابة العامة، اسمحوا لي أولاً أن أتكلم في الشق السياسي. تفضل. سيدي القاضي، إن حكومتكم ممثلة بالجنرال رينيه قد عقدت هدنة مع رجال حارة البروكار، مما يعني أن رجال حارة البروكار هم خصوم سياسيون وليسوا مجرمين أو مارقين كما يصفهم السيد ممثل النيابة العامة. سيد الجنرال، هل وقعتم معاهدة هدنة مع رجال حارة البروكار؟ نعم، ولكن هم من نقضها وأخل بالاتفاق. شكراً، تفضل. تابع محامي الدفاع. واستناداً إلى الهدنة الآنفة الذكر وأن الموكلين هم من حارة البروكار، فأن التهمة الموجهة لهم بالقتل العمد هي تهمة باطلة، أو لنقل إنهم غير مسؤولين عنها. غير صحيح، غير صحيح كلام محامي الدفاع. هؤلاء ليس بخصوم سياسيين، هؤلاء هم مجرمون حقيقيون. نعم، كما أن الدكتورة أنطوانيت هي ليست من سكان حارة البروكار. سكوت. ممثل النيابة، أنا لم أسمح لك بالكلام، أرجو عدم مقاطعة محامي الدفاع. تفضل. تفضل محامي الدفاع. وبيلبق لك شكل ألماس لوبلو، أخذوا حبيب قلبك منك، روح. الله يرزقك يا ابن عيم من أوسع أبوابه. هات سعدو، هات لخبيون، هات يخرب بيته، يخرب بيته كله بالقهوة والشاي. ها طالدم. يلا يلا روح. شو طلعت من هون؟ ما في حدا بالحارة. بدي اجيب برتانة ثانية. لا تروح، الله يرزقك يا ابن عيني. وإذا رجعنا إلى أصل الحادثة، الحادثة التي تتهمون بها موكليني بأنهم قتلوا جنودكم، وإذا تجاهلنا ما رواه موكليني وذهبنا إلى ما رواه أحد جنودكم الذي بقي على قيد الحياة وهو الآن جالس هنا في هذه القاعة، فقد قال أن عصمت وبنات المشغل والدكتورة أنطوانيت
وعزام قد قاموا بقتل جنودكم دفاعا عن العرض والشرف. ضعوا أنفسكم في مكان من كان في المشهد. هل يعقل ألا تدافع الفتيات عن شرفهن وألا ينتخي أحد من رجال الحارة للدفاع عن الفتيات؟ هذا ويجب ألا ننكر حق الدكتورة أنطوانيت في الدفاع عن أهل بلدها، أليس كذلك يا ممثل النيابة العامة؟ كما ونجد أن الموكل عزام قد قام بأعمال تندرج تحت ما يسمى بالدفاع عن الأرض والوطن، مدفوعاً بعاطفة نبيلة تعادل العاطفة التي هزت فرنسا من أقصاها إلى أقصاها حين احتلت ألمانيا فرنسا. وما هو واقع في بلادكم الآن، حيث قوات هتلر تحتل القسم الأكبر من أراضيكم، فأبى الفرنسيون أن تدنس أرضهم فهبوا يقاتلون ويستبسلون في الدفاع عن وطنهم. فكيف لكم أن تكيلوا بمكيالين، تسمحون لأنفسكم مقاومة الاحتلال ولا تسمح للسوريين مقاومتكم؟ لكن أحدا لم يفوض هؤلاء المجرمين بمقاومة الجيش الفرنسي. نحن مفوضون، نحن سكوت في قاعة المحكمة. أنا لم أسمح لأحد بالتكلم دون إذن. هم من يخترق نظام الجلسات سيد القاضي. لم أسمح لك ممثل النيابة بالكلام، تفضل لو سمحت. محامي الدفاع أكمل لو سمحت. سيد القاضي، إن الوطنية ومقاومة المحتل ليست وقفا على الشعب الفرنسي وأبنائه، إنما هي عاطفة متغلغلة في أعماق النفوس تشعر بها كل أمة من أمم الأرض، ومنها الأمة السورية. عاشت سوريا حرة مستقلة! عاشت سوريا حرة مستقلة! عاشت سوريا حرة مستقلة! سكوت سكوت سكوت! هدوء في قاعة المحكمة. أكرر مطالبتي بإنزال عقوبة الإعدام بحق هؤلاء المجرمين. كما ألفت انتباه المحكمة الموقرة إلى أننا لم نسمع من الدكتورة أنطوانيت ما هو مبرر اشتراكها في هذه الجريمة. تفضل محامي الدفاع. إن وقائع القضية وقعت في منطقة محددة، وهي منطقة حارة لبروكار. هذا إذا تناسينا أنها جزء لا يتجزأ من الجغرافيا السورية، وما ينطبق على موكليني ينطبق على الدكتورة أنطوانيت، إضافة إلى صفتها بأنها تحمل الجنسية السورية وهي مواطنة سورية وعائلتها تمتد آلاف السنين في هذه المدينة. ليش لحد تكون معكم؟ لأنك من ديننا ودرست الطب في فرنسا. أنت مخطئ كتير يا جناب الكابتن. أنا صحيح درست الطب في فرنسا، بس هذا لا يعني أني صرت مع البلد اللي ما بيشبهني. إذا الشهادة اللي أخذتها من جامعاتكم رح تزلني ورح تكون مقابل انتمائي لبلدي الأساسي، أنا ما بديها. وهلأ بدوس عليها برجلي ورجعكم إياها. يا كابتن، أنا ديانتي سوريا. في النهاية سيدي القاضي، أطلب من مقام محكمتكم الموقرة تبرئة موكليني جميعاً دون استثناء من أي تهمة موجهة إليهم، كما أطلب إبطال قرار الحاكم رينيه بسحب شهادة الدكتورة أنطوانيت. وتفضلوا مع فائق الاحترام.
أمامي طلب مقدم من محامي الدفاع يطلب فيه التحقيق مع السيرجنت جوني دوشيفالي. أنا أعترض سيد القاضي. طلب محامي الدفاع مقبول شكلاً ومضموناً، واعتراض ممثل النيابة مرفوض. المحكمة تطالب الحاكم العسكري بتبليغ المدعو دوشيفالي بالحضور أمام المحكمة بعد غد. أنا هنا سيادة القاضي، وإذا أردت التحقيق معي حقق معي الآن. دوشيفالي، أنت متهم مع اثنين من الجنود الفرنسيين بالدخول إلى مشغل البنات وبأسلحتكم الكاملة، هل توضح للمحكمة لماذا؟ اسمح لي سيد القاضي، يحق للقوات الفرنسية الدخول والاقتحام في أي مكان ينتشر فيه الجيش الفرنسي. عذرا سيدي القاضي، هذا انتهاك للحرمات والأعراض والكرامات، وهذا لا يجوز. شو هالمسخرة هاي؟ هدوء هدوء هدوء. السؤال موجه إلى السرجنت جوني المتهم، عليك الإجابة في حول هذا الموضوع. نعم، دخلنا إلى المشغل وكنا بدورية تفتيش اعتيادية، لكننا لم نقتل أحد ولم نحاول الاعتداء على أحد. تفضل محامي الدفاع، هل لديك أسئلة إلى المتهم؟ هل كان معكم إذنا من النيابة العامة؟ ولماذا لم تصطحبوا معكم إحدى المجندات وأنتم تعرفون أنكم ستدخلون مكانا كله من الفتيات؟ ليس كل من كان في المشغل فتيات أيها المحامي. الذي قتل رفاقي كان رجل، وها هو عصمت أمامك قد اعترف بذلك. أما الفتيات اللواتي كن موجودات فقد أمسكوا برفاقي ومنعوهم من الدفاع عن أنفسهم حتى تسنى لهذا المجرم الجبان قتلهم بدم بارد. عصمت دخل بعد أن رآكم تدخلون المشغل وقام بالدفاع عن الفتيات وشرف قريباته وبنات حارته. سيدي القاضي، إن هذا المحامي يريد أن يحول مسار القضية ويريد أن يحول الجلاد إلى ضحية. من الجلاد ومن الضحية يا ممثل النيابة؟ فتيات المشغل هن جلاد، وجنودكم الذين دخلوا المشغل بالسلاح وحاولوا إجبار الفتيات على خلع ملابسهن هم الضحية؟ حقاً إنها لسخرية القدر. لا يجوز أخذ الحق بالذات. ألم تدرس القانون أيها المحامي؟ ألم تسمع بالقاعدة التي تقول لا يجوز استيفاء الحق بالذات؟ وأنت ألم تقرأ شيئاً عن جرائم الشرف أو انتهاك الحرمات؟ كيف يمكن لتلك الفتيات استرداد حقهن بعذريتهن فيما لو استطاع جنودكم اغتصابهم؟ أشرت عينك! أشرت عينكم يا سكوت! سكوت في قاعة المحكمة. ترفع الجلسة إلى ما بعد 10 أيام للتدقيق والمداولة وإصدار الحكم. أنا بدي إياكي قوية مثل ما بعرفك دائماً، يا توبري يا عيوني. مالي خايفة يا أمو، أنا قوية مثل ما بتعرفيني أنتي. إن شاء الله براها يا أمي، يا توبري أمي. مالي خايفة من حكمون يا أمو. أخواتك اشتاقوا لك توبري. بلشت أقتلهم كتير. وصيلي ياهم يا أمو، وقولي لهم إذا بيحبوني يدرسوا منيح. إيه أمي، كله بحبك وأنا بموت عليك يا أمي. يا رواعي.